ينضم إلينا الآن كذلك لمناقشة هذا الملف والمزيد من التفاصيل والمعلومات أكثر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري. سيادة اللواء أهلا بك على شاشة الحدث، وفي الأخبار الليلة نوجه تعازينا دائما بعد هذه الكارثة وهذه المأساة. سيادة اللواء، بداية أنتم معنيون كجيش ليبي بعمليات الإغاثة بالمساعدات وبإدارة كل تبعات هذه الأزمة. حصيلة الضحايا المسجلة، آخر تحديث للأرقام. السلام عليكم، أحييك وأحيي كل اللي هم مشاهدين وأحيي زميل عبدالله بليحك. حقيقة اليوم لم تخرج علينا إحصائيات رسمية على الإطلاق، على مبدو أن العمل بدأ في إطار آخر وهو عدم إعطاء أي أرقام، لأن الأرقام في تزايد وتزايد مذهل. ولكن آخر أقفال كان يوم الأمس في الليل بعد منتصف الليل، اللي هو كان الرقم تقريبا 5300 ضحية، والمتوفين والمفقودين يتجاوز 10,000. ولكن هذا العدد يزيد اليوم باعتبار أن من أمس مساء حتى اليوم تم العثور على أكثر من 125 إلى 150 جثة في مناطق الجبل الأخضر الأخرى، المناطق البيضاء، مناطق شمال مدينة البيضاء، مناطق قصر ليبي. هذه المناطق وجدت على البحر جثث كثيرة جدا، تم لهم تجميعها، وصل تقريبا العدد ما بين 125 إلى 150 جثة. ننتظر نحن جهات رسمية مكلفة لتعطينا الإحصائيات الكاملة، ولكن بالتأكيد نظرا للزيادة المتسارعة والمرعبة حقيقة، سيكون هناك إعلان بعد إنهاء كل الجهود في البحث والإنقاذ. هل ما زلتم تتلقون أي إخطار بمفقودين؟ بالتأكيد هذا هو العمل الرئيسي الآن. المفقودين أعتقد تم تحديد الآن كل المفقودين، وتم كذلك تحديد المناطق التي فقدوا فيها، اللي هي المناطق التي سبق وأن أعلننا عليها سابقا. لكن أنا هنا أريد أن أتحدث على الموضوع بشكل عام. حقيقة الأمر لازال معقد جدا، لازالت العوائق الرئيسية في البحث والإنقاذ موجودة، وهي أن كل الطرق مدمرة، بالرغم من اليوم نجحوا في ترميم بعض الطرق بشكل عشوائي، ولكن استخدم هذه الطرق ووصلوا اليوم إلى مدينة سوسة. مدينة سوسة من يوم كارثة من الثلاث أيام الماضية حتى اليوم، اليوم كيف حصلنا وصدعنا الوصول بالمؤن، وصول بقافلة كاملة وصلت إلى المنطقة. القافلة سوسة اليوم كانت بقيادة وحدات القوات المسلحة، وكانت تتكون من الإمدادات التي جاءت من المنطقة الغربية من مغرب طرابلس. سيادة اللواء، هل استطعتم الوصول لجل أو كل المناطق المتضررة؟ أقصد أنتم كجيش ليبي معني بعمليات الإغاثة وإدارة ما بعد الأزمة، وكذلك حتى فرق الإنقاذ التي تتحرك معكم. حقيقة نحن الآن كل وصلوا إلى كل المناطق بعد وصولنا إلى سوسة وحل الإشكالية الطريق الرئيسية. الآن وصلنا إلى كل المناطق وتم تحديد المتطلبات في كل المناطق. لازال لدينا المناطق التي صعب جدا البحث فيها، وهي مناطق التي تقع شرق مدينة البيضة من وادي خوف إلى منطقة البياضة. هناك بيوت متناثرة، هناك بلاغات كثيرة، نحاول الآن الوصول إليها في أسرع وقت، ولكن الأمر كل يوم يزداد تحسن الأحوال الجوية. كذلك وصول الدعم الدولي، خاصة الدعم العربي، وصول الدعم القوي من المنطقة الغربية، هذا التعاضد حقيقة بدأ يسرع في عملية البحث والإنقاذ. هناك حديث كذلك وتحذيرات سيادة اللواء من سد آخر، هو سد جازة، وقد ينهار هذا السد ويؤدي إلى تكرار هذه الكارثة. معلوماتكم حول ما يجري الآن، وهل اتخذتم أي إجراءات استباقية وقائية بالتأكيد؟ نعم، سد وادي جازة نحن تواصلنا مع الأخوة المشرفين على السد منذ اليوم الأمس. كان الأمر كالآتي. الأمر كان فيه السد من فترة طويلة جدا لم يتم صيانته ولم تحصل على أي نوع من التأهيل والتجديد. أن هناك مواد
المواد الكهربائيه التي تعمل على فتح الصمامات بالكامل العاطله، كوابل الكهرباء غير موجوده، كانت هناك حقيقه متطلبات كثيره، كانوا يطالبوا بشيء واحد، يطالبوا بمحركات الكهرباء، بمضخات لشفط الجزء من المياه والتفريغ، واعتقد اليوم وصلت كل متطلباتهم وبداوا في تخفيض المياه في 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 الجسر في السد، وباذن الله يعني ما هي الا ساعات ويتم تفريغ جزء من السد لتامينه. ولكن مخاطر انهيار قائمه الان؟ لا اعتقد حسب ما سمعت الان من الاخوه المشرفين على السد، لا الان تلاشت كل مخاوف الانهيار، لان الامر اصبح الان بشكل اكثر امانا، بحيث اصبحت الظروف او التفريغ صار بشكل جيد وبشكل حسب ما طلبوا الاخوه المشرفين على السد. اعتقد ان الامور اصبحت جيده. اذا الحل الوحيد المتخذ من قبلكم او الذي سيتخذ هو افراغ السد، هل هناك اهالي؟ ليس افراغ بل هو تخفيف الضغط على السد. نعم، هل نتحدث عن منطقة قريبة من الأهالي يجب إبعاد كذلك السكان والأهالي؟ والله الأهالي حقيقة في هذه المنطقة عاشوا ساعات رهيبة جدا خلال الأيام الليلة الماضية والليلة ما قبل الماضية، أخلوا المنطقة بالكامل، هذا السد يبعد على الطريق الساحلي الرابط ما بين مدينة المرج ومدينة بنغازي، شمال شرق مدينة بنغازي حوالي 30 كيلومتر، كان يربط ويأتي بين قريتين مهولة بالسكان وهي قرية بسس وقرية المبني، يبعد عن هذه القرى حوالي 10 كيلومتر ونص بالتحديد. طول الجسر أو طول هذا الوادي، طول هذا السد يمتد إلى 19 كيلو متر كل مليان بالمية، المياه بدأت تتسرب ليس مع الأطراف أو من خلال تشققات السد لكن من فوق السد، إذا المد السد إلى وصل إلى الحد الأقصى، وهو الآن الأخوة على في منطقة البسس العملية البسية والمشرفين على هذا السد الآن يقومون بتخفيض هذه المياه، بحيث نحن لا نخاف حتى الآن، يعني نخاف إذا كان الآن نحن على مشارف فصل الشتاء، إذا في ملوجات أمطار غزيرة سيكون هناك تخوف كبير وتهديد كبير للسد. هل هذا السد الوحيد المثير للمخاوف أم هناك سدود أو مناطق أخرى؟ حقيقة نحن لدينا سدين، هما هذا السد وسد وادي القطارة. سد وادي القطارة حسب التصريحات المسؤولين أن الأمور جيدة، الآن في يحوي حوالي 5 مليون إلى 6 مليون لتر مكعب من المياه، والإجمالي السد يستطيع استيعاب 125 مليون من المياه، وأن السد ظروفه جيدة. نعم. وهو سد مثل ما أبلغوني هو سد حديث البناء. نعم سيادة اللواء، ذكرت مسألة المساعدات، بعض المساعدات وصلت إلى الشرق مباشرة وبعض المساعدات وصلت إلى العاصمة غربا في طرابلس أو في المناطق المحيطة، هل كل هذه المساعدات أرسلت للمناطق المتضررة أو المناطق المحيطة بها على الأقل؟ كل الإمدادات التي وصلت لمطار بنينة أو مطار الأبرق وصلت مباشرة إلى المناطق المنكوبة وإلى المنطقة المستهدفة بشكل مباشر، لكن تلك التي وصلت إلى طرابلس لا نعلم حقيقة، تم شحنها من جديد في شاحنات وتم نقلها على البر، بالتأكيد إذا لم وصلت ستصل في الساعات القادمة، ولكن هناك من المنطقة الغربية وصلت إمدادات المنطقة الغربية، سواء إمدادات رسمية من مؤسسات الدولة في تلك المنطقة أو إمدادات أهلية من خلال التنادي الشعبي الكبير جدا لنصرة المنطقة الشرقية والمساعدة في هذه الأزمة. ولكن ليست مساعدات الدول والمنظمات التي أرسلت من الخارج لليبيا إلى حد الآن لم تصلكم؟ لا أعلم بذلك. هناك سمعت أن هناك إمدادات من الجزائر، هناك طائرتين هبطت في مطار معتيقة، بالإضافة إلى هناك من الجزائر كذلك طائرات هبطت في مطار
في مطار الأبرق في نفس التوقيت، لكن لا نعلم إذا كان التي هبطت هناك في معتيقة وصلت الآن أم لم تصل، ولكن بالتأكيد سيتم شحنها من هناك، لأن هناك الآن جسر جوي بين طرابلس والمنطقة الشرقية، وهناك جسر بري على الطريق الساحلي من المناطق الغربية إلى 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 مناطق المنكوبة. على الأقل فيما يخص الجزائر 3 في العاصمة و5 بحسب موقع حكومتنا الرسمي، 5 كانت أرسلت للشرق مباشرة. فيما يتعلق كذلك بالمساعدات في المنطقة الشرقية، هل الطرق مؤهلة، قادرون على إيصالها بسهولة للمتضررين؟ والله احنا نبذل في اقصى جهودنا في هذا الجانب، لان هو هذا جانب مهم لازم يستفيد المستهدفين، يستفيدوا من هذه هم في امس الحاجه لهذه المعونه، وبالتالي نحن نحاول بقدر الامكان ايصالها بشكل سريع وبشكل فعال وبشكل يستفيد منها المواطن في وقته وفي حينه. اذا تعرف هذه الاشياء اذا تاخرت عن توقيتها لقد لا تكون لها قيمه، ولكن نحن نحاول في الوقت المناسب، وهذا نحن نعمل عليه بقوه يعني. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى متابعتنا معكم بالتأكيد دائما لتطورات الوضع الإنساني من المنطقة الشرقية في ليبيا. من بنغازي كنت معنا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.